بقرار إماراتي انطلقت معركة الحديدة، وبقرار آخر من ذات الجهة توقفت. ليست المشكلة هنا في كيفية التعامل مع قرارات الحرب وحسب، بل بالنتائج والمآلات. فما تحقق خلال الأيام الأولى من تقدم وسيطرة لقوات الجيش والمقاومة انتهى به الحال إلى وبال على المدنيين في المناطق التي تم السيطرة عليها. فهذه المناطق حيس والتحيتة وغيرها أصبحت مرما لنيران مدافع الميليشيا وقذائفها، ومقبرة مفتوحة للمدنيين الذين يسقطون تباعا. مات واحد منهم توفى، واثنين في المستشفى الآن، وأمس ثلاثة نفر، سنتين بنات. ففي التحيتة وحدها سقط 10 قتلى في قصف أمس الأول، وتلك هي عواقب المعارك غير المحسومة. دوما ما تصبح تضحية بالمدنيين. تتعاظم المشكلة وتصبح أكثر مأساوية عندما تتوقف المعارك إلى أجل غير مسمى، في ظل انعدام حلول أمام المدنيين وعدم توفر أماكن نزوح بعيدا عن المناطق المستهدفة بالقصف. فلا يبقى خيار أمام المدنيين سوى انتظار الموت، وذاك ما يحدث فعلا في مناطق الحديدة المحررة وغير المحمية من هجمات الميليشيا. يبقى الأمر هنا منوطا بمن يملك قرار الحرب في اليمن، ومدى تفاعله مع وضع المدنيين وقدرته على عمل المعالجات التي من شأنها إنقاذ حياة المدنيين من صواريخ الميليشيا المنهمرة على قراهم.